الله مساءكم. تدخلت قوات القمع المغربية يومه الأمس بعنف ضد شبان صحراويين كانوا يمارسون البيع والشراء داخل سوق الأسماك التابع لميناء المدينة. وحسب رواية أهل الشبان الصحراويين فإنه بعد دخولهم إلى المكان المذكور تقاطرت عليهم عناصر البوليس المغربي واقتادتهم بالقوة إلى خارج المكان وتنهال عليهم بالسب والشتم بمعية المستوطنين. وتتطور الأحداث بعد ذلك إلى مشادات بين الطرفين وتنهال عليهم بالضرب معتقلة المواطن الصحراوي الحاضي يحضيه محيلة إياه على مقفر شرطة المدينة وقامت باستنطاقه لأزيد من 4 ساعات متوالية وأطلقت سراحه بعد ذلك. من جهة أخرى قامت قوات الاحتلال يقول بفض اعتصام لمعطلين صحراويين أمام ما يسمى عملة بجدور بعد أن كان هؤلاء بصدد دخولهم في اعتصام مفتوح للمطالبة لحقهم في الشغل. وبعد تنظيمه لإفطار جماعي مع بعض العائلات قامت قوات التدخل السريع وقوات المساعدة بمحاصرة المكان دافعة المعتصمين بالقوة بعيدا عن المكان. نعم هذا راه كيطرب بص هذاك اللي قلت الشيخ راه كيطرب بص ما بان نفسهم عليه والله العظيم الله يلا نقولوا دولة تحرير لا رجاء. حضرة كل الأحداث أنا مريحين غير ما بقش ما بيطير علي. حرام طبعاً. ذاك تلقى. طبعاً. خير هذا مرة إن شاء الله. يا كبير ذا. لا هو الزوين هو هذا فارس يلا بشنا.